في ذكرى تأسيسه المؤتمر الشعبي العام لا يزال يواجه التحديات وأمل باستعادة دوره الريادي ببناء اليمن. مع بداية العام الدراسي الجديد تحذيرات من المناهج الحوثية بعد حشوها بالمزيد من الأفكار الدخيلة. الاحتلال الإسرائيلي يقمع تظاهرة فلسطينية على الشريط الحدودي بغزة في ذكرى إحراق المسجد الأقصى. أهلا بكم إلى التفاصيل. قبل 39 عاما اختار المؤتمر الشعبي العام نهج الوسطية والاعتدال، والتزم بمبدأ الحوار للتعاطي مع مختلف القضايا المحلية والدولية، وهو ما جعل من هذا التنظيم الوطني الرائد في مقدمة الأحزاب الوطنية، مستمدا قوته من كونه حزبا وطني الهوى والهوية، وعمل ولا يزال في سبيل خدمة الوطن والارتقاء به جنبا إلى جنب مع الأحزاب والتنظيمات المتقاربة في الفكر والنهج المتسامح، والتي لا هم ولا هدف لها سوى الارتقاء بالوطن وتحقيق الأمن والاستقرار والرفاه لليمنيين في ربوع الوطن. إذن لا يزال المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الرائد في نظر ملايين اليمنيين بما يتميز به من أهداف ومحددات تضمنها الميثاق الوطني الذي توافقت عليه كل القوى الوطنية. هني المؤتمر الشعبي العام بمناسبة بالذكرى 39 لتأسيس المؤتمر بقيادة الزعيم الراحل الشهيد علي عبد الله صالح، وبهذه المناسبة العظيمة أقول لقادة المؤتمر الشعبي العام استغلوا الفرصة، الكرة في ملعبكم، الوعد كله يصب في صالحكم، وحدوا صفكم وأعيدوا للمؤتمر وهجه وألقه ومجده ودوره النضالي. فالمؤتمر الشعبي العام كان وما يزال وسيظل هو صمام الأمان، لأنه يمني المنشأ والفكر والهوية. الرسالة التي يمكن أن توجه للمؤتمر الشعبي العام في ذكرى تأسيسه 39 هو أنه لابد أن يلتحم مع بقية القوى السياسية في هذا الظرف العصيب، ولابد من تبني خطاب سياسي وطني شامل جامع يركز على التكاتف والتوافق الوطني لا سيما في القضايا الوطنية المصيرية. المؤتمر الشعبي العام ليس كحزب، وإنما خليط من أرضية الشعب وقاعدة الشعب ومن جميع الطوائف، تأسس من جميع الطوائف، وجذوره كبير كبير كبير، لا تفكر، وإنما تحصل هزات في جميع الأشياء، وإنما سيستعيد إن شاء الله، سيستعيد مجده وسيستعيد تاريخه العظيم، ونسأل الله له التوفيق. ونقول لرجال المؤتمر، أنا لست أولا أعلمكم، أنا لست حزبيا، والله لست حزبيا ولا أنتمي لأي حزب. أعضاء المؤتمر الشعب العام اثبتوا وحافظوا على سمعتكم وحسنوا، لأن الإنسان ما يدوم على حاله إلا الله. ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام تعني يعني إنقاذ لليمن، والكل يعرف أن المؤتمر الشعبي العام تأسس عقب حروب طائلة كادت أن تطحن الأخضر واليابس في اليمن، وفي أيام الجبهات المسمى بالجبهة الوطنية، لكن المؤتمر الشعبي العام كان كأداة لحل هذه المشكلة.
الميثاق الوطني كان حاجة ملحة استدعتها عدد من المنعطفات على الصعيد الوطني، منها انقلاب أكتوبر بعد 3 أشهر من تولي الرئيس علي عبد الله صالح مقاليد السلطة، وحرب شطري الوطن في مارس بعد 5 أشهر من الانقلاب في ظل حالة الانقسام الحاد على الصعيدين الاجتماعي وكذلك العسكري. 3 أشهر منذ صعد الرئيس علي عبد الله صالح للجلوس على كرسي الرئاسة حتى انقلبت الأوضاع عسكريا على انتخاب مجلس الشعب التأسيسي بحراك مسلح في أكتوبر وحالة من الانقسام الحاد داخل المؤسسة العسكرية أسس لوضع لم يكن مطمئنا البتة، وكانت اليمن فعليا أمام منعطف جديد لإسالة الدماء وإضاعة النهج الجمهوري الذي فقد 4 رؤساء متتابعين. أوضاع وطنية صعبة وانقسامات حادة اجتماعية وعسكرية وأخرى سياسية ودينية واجهها القائد الشاب بحزم وإرادة المؤمن بتأسيس نظام مستقر يقوم على أساس الوحدة الوطنية وإنهاء كافة جوانب الخلافات الداخلية المثقلة على كاهل الجمهورية الفتية. ومن الانقلاب إلى استعار الحرب بين شطري اليمن في مارس من العام 79 تزامنت مع حالة ضعف في صفوف الجيش وغلبة للشطر الجنوبي الذي كان يعتمد على فارق التسليح والدعم السوفيتي والتعبئة الأيديولوجية. ومن تحويل النوائب إلى مكاسب كان لوساطة الكويت عقد قمة تأسيسية للوحدة اليمنية المباركة وتطبيع الأوضاع بين شطري اليمن، فالانقلاب وحرب حدود الشطرين هي من أبرزت قيادية الرئيس علي عبد الله صالح بشقها العسكري والسياسي في آن واحد، فقد شرع في إحداث إصلاحات في المؤسسة العسكرية وبناء وطني بما يخدم قضية الدفاع وتلافي كافة حالة الانقسام والتشظي وإشراك قيادات اليسار القومي ضمن لجنة صياغة الميثاق الوطني وتجاوز الصراع العسكري بتفعيل الحوار السياسي الوطني. أما على الشق الآخر وهو الأهم، فشرع القائد الشاب بقرار جمهوري لمشروع صياغة الميثاق الوطني الذي تضمن أسبابا ودواعي وجوده، وتضمنت إيجاد منهج فكري وطني متكامل يلغي التبعية الخارجية ونابع من فكر وطني قائم على الأصالة والمعاصرة. كما كان هناك تعزيز للوحدة الفكرية الوطنية بهدف بناء مجتمع تخيم عليه الديمقراطية وتسوده العدالة والمساواة للوصول إلى مرحلة الرخاء والازدهار والاستقرار. وبهذه المنطلقات تم لملمة صفوف المتصارعين داخليا ونزع فتيل الحرب والقضاء على حالة الانقسام الداخلي، كما تم تشكيل جبهة وطنية موحدة جسدت الأولويات والثوابت التي أفضت لتحقيق السلام والاستقرار. إن المؤتمر يعتز بكل ما حققه. الشاهد في الأمر أن الحاجة لتأسيس المؤتمر الشعبي العام بميثاقه الوطني لم تكن من فراغ، بل كانت ضرورة ملحة للحفاظ على شكل بناء الدولة والنظام الجمهوري وخلق استقرار سياسي أفضى بدوره إلى حالة السلم الاجتماعي. هذه التجربة الرائدة هي من جعلت الجماهير العريضة تلتف حول المؤتمر وتضعه في مقام الخيار الأول بين الأحزاب اليمنية نتيجة منهجه الوسطي والأهداف الخلاقة التي يتبناها هذا التنظيم، وتحظى بالتفاف شعبي هو الثابت إلى اليوم برغم المحن. محمد الصار، اليمن اليوم. عرف اليمنيون العمل السياسي والشوروي منذ القدم، وهو ما أكد عليه القرآن الكريم في معرض حديثه عن سبأ وملكتها وقومها، لأن دخول الفكر الإمامي اليمن وتكريسه لخرافة الولاية أفقد اليمن جزءا كبيرا من ذلك الزخم. العرض البانورامي التالي يعرض لنا شواهد من التاريخ السياسي في اليمن. أهلا بكم. لم يكن الوضع السياسي في اليمن خاصة في الشطر الشمالي من البلاد قبل العام 1982 واضح المعالم والرؤى،
بل كان مزيجا غير متجانس من الأفكار والمشاريع السرية والسلطوية القائمة على أفكار القرون الوسطى. ولقراءة المشهد ككل يجب العودة إلى تاريخ اليمن وكيف وصل به الحال إلى ما وصل إليه. أرسى اليمنيون أنظمة حكم متطورة وشوروية منذ القدم، وعليها قامت أقدم الحضارات وأعرقها كمعين وقتبان وسبأ وحمير، والتي عرفت المجالس الشوروية والاستشارية أو ما يطلق عليه الآن بالبرلمانات. والشواهد على ذلك كثيرة في نقوش المسند المنحوتة على الصخر، وقبل ذلك ما أورده القرآن الكريم على لسان ملكة سبأ بلقيس وحوارها مع قومها للرد على رسالة سليمان عليه السلام. إلا أن اليمن كانت على مدار تاريخها عرضة للغزو والاحتلال نتيجة موقعها الجغرافي المتميز والفريد ومواردها الطبيعية، وهو ما دمر كثيرا من الأنظمة السياسية الفريدة على مر السنين. ومع ذلك فإن الباحثين يرجعون أسباب تخلف النظام السياسي والمجتمعي في اليمن خاصة في القرون الوسطى والحديث إلى ثلاثة أسباب، هي هجرة يحيى بن الحسين الرسي إلى اليمن في العام 897 وتأسيسه لدولة الأئمة في البلاد القائمة على فكرة عنصرية وأحقية سلالة بعينها في الحكم دون غيرها، مع عدم جواز اختيار الحاكم من المحكوم، وهو ما يلغي بالتبعية النظام الديمقراطي والشوروي الذي عرفه اليمنيون قبل أن يعرفه العالم بقرون عديدة. كما أن هذا الفكر العنصري أسس لصراعات دامية شهدها اليمن وما يزال منذ 1000 عام من تاريخه. ثاني تلك الأسباب الاحتلال العثماني للبلاد والقائم على فكرة الخلافة المفروضة، والتي كانت سببا في تأخر وتخلف اليمن حالها كحال بقية الدول العربية المحتلة من قبل العثمانيين، الذين كان لهم الدور الأكبر في تخلف الأمة العربية وتأخرها بعد أن قادت العالم لقرون من الزمن وفي كل المجالات العسكرية والعلمية والثقافية. ثالثا الاحتلال الغربي والأطماع الاستعمارية خاصة البريطانية، الذي احتل جزءا من البلاد لأكثر من 129 عاما. أطاحت ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 بالنظام الإمامي الرجعي المتخلف القائم على فكرة الولاية في الشمال، وكذلك صنعت ثورة 14 من أكتوبر عام 1963 في الجنوب، والتي ضربت المستعمر البريطاني من عدن ذليلا في العام 67 من القرن الماضي. إلا أن الثوار شمالا وجنوبا ورثوا تركة ثقيلة من مخالفات النظام الإمامي البائد والمحتل البغيض، وبدا النظام السياسي الوليد شمالا وجنوبا عرضة لتجاذبات المشاريع الإقليمية والدولية من مشاريع قومية واشتراكية ورأسمالية وجماعات الإسلام السياسي، إضافة إلى الصراعات الداخلية القائمة على الزعامات القبلية والمشيخات السلطوية. غدا نستعرض المشهد السياسي في اليمن بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وكيف توصل اليمنيون إلى ميثاق وطني شامل لنظام حزبي سياسي خاص بهم لا استيراد مشاريع إقليمية ودولية. تحذيرات أممية من توقف دعمها للبرامج الإنسانية في اليمن بحلول سبتمبر المقبل بعد أن أفاد الدعم والتمويل اللازم لتشغيلها. يرى مراقبون أن الأمم المتحدة تواجه المشكلة منفردة دون دعم دولي. تشهد ساحة الإغاثة الإنسانية العاجلة في اليمن تراجعا حادا قد يصل إلى إيقاف البرامج الإنسانية التي يستفيد منها حاليا 16 مليون يمني عانوا منذ مطلع العام 2021 من تقليص في برامج الدعم. هذا وتقول مصادر في الأمم المتحدة أن عددا من البرامج ستكون غير قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها خلال أقل من شهر وبحلول سبتمبر المقبل.
يأتي هذا التراجع الكبير بعد عجز الأمم المتحدة عن الحصول على التمويل الكافي لاستمرار برامجها في اليمن، والذي كان مقررا أن ينتهي هذا الدعم في يونيو الماضي لولا عمليات التقليص التي تقول الأمم المتحدة أنها كانت اضطرارية لاستمرار عملها الإنساني والإغاثي. وضمن قائمة البلاغات التي تقدمت بها المنظمة الدولية عبر برامجها، فسقف الاحتياج في اليمن قد وصل إلى طلب مساعدات إضافية لأربعة ملايين يمني، وضيفوا إلى قائمة الأكثر احتياجا للمساعدات خلال الأشهر الماضية بسبب استمرار الحرب في مأرب وتوسعها باتجاه الجوف والبيضاء. وأمام الحديث عن مجاعة في اليمن اجتاحت 80% من سكانه والتباكي الدولي، إلا أن لا تحركات دولية فعلية لإنقاذ برامج الأمم المتحدة التي تعاني من اتهامات فساد في إدارة برامجها بين أطراف الصراع في اليمن. وبالنظر إلى واقع المناشدات يظهر أن الأمم المتحدة وحيدة ولا تحركات من الشرعية أو من طرف الحوثي لشرح معاناة اليمنيين، فكل طرف يلقي بالملامة على الطرف الآخر ضمن قائمة التحميل واللوم السياسي دون ما تحرك فعلي لإنقاذ شعب يحتضر ولم يرى نور الحل السياسي أو استمرارا لإطعامه من قوت المساعدات. في مأرب خلف القصف الحوثي الذي تعرضت له المحافظة خلال الأشهر الماضية قتلى وجرحى من المدنيين، وأحدث دمارا واسع النطاق لمنازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة من المحافظة. تقرير حديث يكشف حجم الانتهاكات التي تعرضت لها مدينة مأرب خلال النصف الأول من العام الجاري. مرحبا بكم. تقارير جديدة تكشف حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في محافظة مأرب نتيجة التصعيد الحوثي الأخير على المحافظة، وتوثق أرقاما وتفاصيل ضحايا الإرهاب الحوثي بحق الأبرياء القاضنين في المدينة ومناطق أخرى تتعرض لهجمات حوثية بين الحين والآخر. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كشفت في تقرير حديث أن القصف الحوثي في كافة مناطق مأرب خلال النصف الأول من العام الجاري خلف قتلى وإصابات من المدنيين، وأحدث دمارا واسعا نطاق لمنازل ومزارع المواطنين ومواشيهم ومدارسهم في جبل مراد وصرواح ومدغلة. ونتيجة هذا القصف فقد بلغ عدد الضحايا المدنيين خلال النصف الأول من العام الجاري 154 شخصا، وهو رقم يزيد عن ضحايا العامين الماضيين بالضعف وفقا لمشروع مراقبة التأثير المدني. وكان شهر يونيو الشهر الأكثر دموية من حيث الخسائر بين المدنيين، حيث قتل 35 مدنيا بينهم أطفال معظمهم في قصف وهجمات صاروخية. أما الإصابات فقد وصلت إلى إصابة وجرح 37 مدنيا بجروح بليغة. وتصاعدت الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي منذ فبراير الماضي على مأرب، وكان لها تأثير كبير على المدنيين لتزيد أعداد الضحايا وحالة النزوح بشكل لافت. المفوضية الأممية وثقت نزوح أكثر من 2900 عائلة بسبب جرائم الحوثي في مناطق متفرقة بمأرب، خاصة في منطقة صرواح الغربية ومنطقة الجوبة الجنوبية وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة. مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات أكدت أن أكثر من 500 أسرة نازحة و190 ألف نازح أو فرد يقيمون في 150 موقعا من المواقع التي تستضيف الأشخاص النازحين داخليا في مأرب. هؤلاء النازحون وحسب مفوضية شؤون اللاجئين تصل المنظمات الإنسانية إلى 21% منهم فقط بسبب هجمات ميليشيا الحوثي ومنعها لفرق الإغاثة من الوصول إلى النازحين. ما يثير القلق هو استمرار هجمات ميليشيا الحوثي على مأرب، والذي سيدفع 500 ألف شخص إلى النزوح من مدينة مأرب ومأرب الوادي حسب تحذيرات منظمة تقييم القدرات. ورصد تقرير صادر حديثا عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان قيام ميليشيا الحوثي بطريقة مباشرة بانتهاك حق الحياة وإصابة وتشوه 2255 شخص أو 2245 شخص بينهم 315 طفلا و152 امرأة، وذلك خلال الفترة ما بين يونيو 2015 ويونيو 2021. وبحسب التقرير بلغت أعداد المصابين والمشوهين جسديا 1415 شخصا بينهم 203 أطفال و90 امرأة و68 مسنا. هذه الأرقام من الضحايا المدنيين تكشف مستوى العنف الذي تتعرض له محافظة مأرب التي تستقبل أكثر من مليوني نازح ولا زالت تواجه هجمات حوثية
بين الحين والآخر. تعالت التحذيرات من جديد مع بداية العام الدراسي الجديد من المناهج الحوثية المفخخة التي وزعتها على المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأشاروا أيضا إلى آثارها على مستقبل الأجيال. تلقت مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء نسخا جديدة من الكتب المدرسية تختلف عن المناهج السابقة بعد أن عدلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وسممتها بأفكار عنصرية لطباعتها، بدلا عن المناهج التعليمية للمراحل الأساسية والإعدادية والثانوية. معلمون في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران حذروا أهالي الطلاب من هذه المناهج المفخخة والتي تنتظر أبنائهم في المدارس مع البدء بعام دراسي جديد. مصادر تربوية أكدت أن الميليشيا الحوثية حشت المنهج الدراسي والمقررات الدراسية في مراحل التعليم الأساسية بالأفكار والمعتقدات المستوردة من طهران والتي تهدد بتفخيخ عقول الناشئة. القانون اليمني يجرم هذه التجاوزات ويفرض عقوبات على استغلال الوظيفة العامة أو الامتناع عن أدائها أو تركها أو الإخلاء بها، لكن الميليشيا الحوثية أصبحت هي من تشرعن هذه التجاوزات لتفخيخ عقول الطلاب. وكانت الميليشيا الحوثية قد أضافت تعديلات جذرية على المناهج الدراسية خاصة لطلاب المرحلة الأساسية في مسعى منها لتشكيل جيل متطرف يدين بالولاء المطلق لها. وفي 19 من أغسطس الجاري حذرت منظمة اليونيسف للطفولة ميليشيا الحوثي من إخضاع التعليم للاستخدام السياسي أو الطائفي، ونفت أن تكون لها أي صلة بطباعة المنهج الدراسي الجديد. حاصرت ميليشيات الحوثي قرية آل الزيادي في مديرية الحدا بمحافظة دمار، وذكرت مصادر محلية أن مدير أمن مديرية الحدا أرسل حملة عسكرية لاعتقال شخصيات اجتماعية من آل الزيادي، حيث تم الاعتداء على المواطنين من قبل عناصر تتبع مدير الأمن. وأكدت أن عناصر الميليشيات اقتحمت منازل المواطنين في القرية وأثارت الرعب لدى النساء والأطفال. ننتقل إلى غزة، هناك تظاهرة فلسطينية تحديدا في الشريط الحدودي في الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، وقد قام الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص على المتظاهرين الفلسطينيين ما أوقع العشرات من الإصابات. في 21 من أغسطس من عام 1969 أقدم الاحتلال الإسرائيلي على جريمة مروعة بحرق المسجد الأقصى المبارك الذي أثار الغضب في قلوب الفلسطينيين. في هذا اليوم التاريخي لذكرى إحراق المسجد الأقصى نستذكر هنا معاناة شعبنا الفلسطيني، ونستذكر الاحتلال الإسرائيلي الذي مر عليه أكثر من 70 عام لاحتلال القدس والمسجد الأقصى وفلسطين عامة. اليوم نرسل رسائل للعالم كله أن الشعب الفلسطيني تحت حصار، تحت احتلال. يتظاهر الآلاف من الأهالي الفلسطينية لإحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى على الشريط الحدودي للقطاع، وما زاد من ارتفاع وتيرة الغضب الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة من إغلاق وحصار ومنع للأعمار ومصادرة للأراضي. اليوم جاء ذكرى حريق المسجد الأقصى وأهلنا في بيتا هناك يواجهون العدو بصدورهم العارية بممارساته القذرة، وإخواننا في حي الشيخ جراح مهددون بالطرد وأراضيهم بالمصادرة، وأهلنا في القدس يحافظون على مقدساتنا ويذودون عن مسجدنا الأقصى. واليوم هنا أيضا في غزة وقد سبقنا أهلنا أيضا في اللد الذين خرجوا منتفضين في رسالة للعدو أنه مهما بذلت من جهد فإنك لن تستطيع أن تكي وعينا أو أن تغسل فهمنا. نحن نقول الرسالة الأبلغ التي أردنا أن نوصلها، كل هذا الضغط الذي يمارس الاحتلال في الضفة وفي القدس وفي قطاع غزة، هذا الضغط سوف يولد انفجار، وهذا الانفجار سيكون في النهاية في وجه هذا المحتل. من هنا على الراعي المصري وعلى الأمم المتحدة التدخل من أجل لجم سياسة الاحتلال. سياسة تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين ترى فيها وسيلة للضغط عليهم لصرف نظرهم عن التمسك بقضيتهم وحقوقهم المسلوبة، لكن هذا
قد يفض نار الغضب الفلسطيني بعد نفاذ صبرهم المكتوم. حشود جماهيرية توافدت لأحياء ذكرى أحراق المسجد الأقصى المبارك ليؤكد الشعب الفلسطيني على أن المساس بمقدساته الدينية والتاريخية خط أحمر لا يمكن تجاوزه. عبد الهادي فرحات لقناة اليمن اليوم، غزة، فلسطين المحتلة. تتابعون بعد الفاصل. استمرار ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في المناطق المحررة. يا مؤتمر شعبي عام، مثل ما طمت وتحديت وغيرت الموازين، من أمامك مهام مستقبلية لتغيير الموازين، وهي المرحلة القادمة هي الأخطر وأكثر خطورة من الحاضر والماضي. تماسكوا تماسكوا كالبنانة وكالبنيان، يشد بعضه بعض. تماسكوا تماسكوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا تسجيل 22 إصابة جديدة ومؤكدة بكوفيد 19 في 4 محافظات، وذكرت في حسابها على تويتر أن 12 إصابة سجلت في حضرموت و7 في مأرب و2 في عدن و1 في تعز، وأضافت أن 22 حالة شفاء تم تسجيلهما في العديد من المحافظات، منها 19 في عدن و3 في لحج، بالإضافة إلى حالتي وفاة واحدة بل حالة وفاة واحدة في حضرموت وأخرى في تعز، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 7509 حالات، منها 1418 حالة وفاة و 4644 حالة تعافي. عالميا يقترب المصابون بالفيروس التاجي من حاجز 212 بل 12 مليونا ونصف المليون شخص، في وقت يشهد العالم تفشي جديد للمتحورة دلتا وظهور أيضا متحورات جديدة. وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد 19 تجاوز 212 مليونا و409 آلاف شخص، فيما تجاوزت الوفيات 4,441,000 شخص، وتجاوز عدد من تم شفائهم من هذا المرض 190 مليونا و28 ألف شخص. أكد البيت الأبيض أنه تم إجلاء 30,000 شخص من أفغانستان منذ نهاية يوليو الماضي، وفيما لا تزال الآلاف من العائلات أمام مطار العاصمة الأفغانية على أمل ركوب الطائرة. حضت الولايات المتحدة بل حثت رعاياها في أفغانستان على تجنب التوجه إلى مطار كابول في الوقت الحالي، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود تهديدات أمنية محتملة. ورفض الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي كشف طبيعة الخطر، موضحا أن الوضع في المدينة متقلب جدا وأن الأخطار قد تتطور بين ساعة وأخرى. تتابعون في الجزء الأخير من هذه النشرة. اجتماع بين ممثلين من الحكومة وفريق الخبراء الدوليين بشأن التحقيق في أوجه صرف الوديعة السعودية. المؤتمر الشعبي العام، تنظيم الوسطية والاعتدال، تنظيم الوطن، تنظيم التنمية، تنظيم الحوار، تنظيم البناء،
عمر المؤتمر الشعبي العام ما كان منتغم، عمر المؤتمر الشعبي العام ما كان ضيق الأفق. المؤتمر الشعبي يتسع للجميع، ومن ميزتنا أن احنا حزب واضح. لا تقول لدينا سياسات سرية، خذ اجتماعاتنا مفتوحة، ما عندنا شيء نتآمر عليه، نحن كل ما يهمنا الوطن أولا لدى المؤتمر الشعبي العام. ونؤكد لكم أن المؤتمر الشعبي العام سيظل في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن ووحدته وأمنه واستقراره. فريق خبراء مجلس الأمن الدولي يلتقي مسؤولين حكوميين في عدن للتحقيق في أوجه صرف الوديعة السعودية. وتجارة النفط تخلق ثراء فاحشا لكبار قيادات ميليشيات الحوثي، وارتفاع نسبة البطالة في المنطقة العربية بسبب جائحة كورونا. جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي، حيث التقى فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي مع ممثلين من الحكومة اليمنية في عدن للتحقيق في أوجه صرف الوديعة السعودية وعملية الفساد التي أثيرت حولها. وذكرت مصادر اقتصادية أن فريق الخبراء برئاسة ديبي والسيدة روانتيكا يجري تحقيقا بشأن أوجه صرف الوديعة التي أثيرت حول تقارير عدة بشأن تلاعب رافق عملية صرفها. وسبق لفريق الخبراء الدولي في تقرير السابق أن كشف أن عمليات صرف الوديعة السعودية شابه عملية فساد وتبديد في غير مصارفها التي خصصت من أجلها، قبل أن تزعم الحكومة بتراجع الفريق عما ذهب إليه في تقريره. كشفت مصادر نفطية أن تجارة النفط في اليمن خلال الحرب خلقت ثراء فاحشا لكبار قيادات ميليشيا الحوثي، مؤكدة أن الشركات النفطية الحوثية المستحدثة تسيطر على 60% من سوق النفط في البلاد، وأصبحت بديلة لاستيراد النفط إلى اليمن وتضييقها لشركة النفط الرسمية والشركات الأخرى المتخصصة في عملية الاستيراد. وأضافت المصادر أن قيادة الحوثية تستغل بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها، رغم أنها تحصل على هذه الكميات بأسعار رسمية مخفضة. وتشهد العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أزمات المشتقات النفطية المتكررة، فيما تزدهر السوق السوداء في بيع المشتقات بأسعار باهظة بهدف تحقيق الثراء لقياداتها وتمويل ما تسمي بالمجهود الحربي على حساب المواطنين. أعلنت الحكومة اللبنانية رفع السعر الرسمي للبنزين 95 بنسبة 66% في خفض جزئي لدعم الوقود بعد أزمة شح حادة في المحروقات مستمرة منذ أسابيع. وكانت الرئاسة اللبنانية وافقت على تغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات بمبلغ 225 مليون دولار لتمويل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار والسعر المعتمد ب 8000 ليرة للدولار لشراء البنزين والمازوت والغاز المنزلي وصيانة معامل الكهرباء حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. كشف تقرير دولي أن المنطقة العربية سجلت أعلى مستوى بطالة في العالم وصل إلى أكثر من 14 مليون عاطل من دون احتساب تداعيات جائحة كورونا، ما يوضح عدم قدرة سوق العمل العربي على خلق فرص عمل عادلة وكافية. وقال تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إلكسوا إن ارتفاع عدد العاملين في القطاع غير النظامي التي تبلغ حوالي ثلثي إجمالي لدى العاملة العربية جاء بسبب التغييرات الديمغرافية السكانية وعدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستقرار المالي والنقدي. ويواجه نحو 40 مليون عاملا في قطاعات الصناعة والضيافة والعقارات والأنشطة الإدارية خطر التسريح أو تخفيض الأجور بسبب الجائحة. وأخيرا حقق الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر نموا بنسبة 2.3% في الربع الأول من العام الجاري، مدعوما بأداء أفضل في قطاع الطاقة بعد انكماش بنسبة 3.9% قبل عام. ويعتمد اقتصاد الجزائر بقوة على النفط والغاز الذي يسهم بأكثر من 90% من إجمالي عائدة التصدير و60% من ميزانيتها. دشن مكتب الصحة في مديرية حيس المخيم الطبي المجاني لمكافحة العمى وأمراض العيون والتي تنفذه مؤسسة غطاء الرحمة، وسيقوم المخيم على مدى أسبوع بإجراء 200 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات للأهالي والنازحين والأسر الفقيرة، وذلك للتخفيف من معاناة تلك الأسر الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج. وسيجري العمليات الجراحية فريق طبي متخصص وبأحدث الأجهزة التي جهزت في المخيم الذي يشهد إقبالا من المرضى والذي يأتي غالبيتهم من المناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
بدأنا اليوم في مستشفى حسن الريفي تدشين مخيم الجراحي لأمراض العيون برعاية الأخ محافظ محافظة الحديدة ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة. اليوم كان إقبال شديد وكبير من الناس المراجعين المستهدفين لهذه الحملة. هناك إقبال كبير جدا من الناس المصابين بأمراض العيون المختلفة. المخيم طبعا يستهدف كل الفئات التي مصابة بالمياه البيضاء، هو مخيم لإزالة المياه البيضاء واستبدالها بعدسات. فالمخيم إن شاء الله سيتم اليوم قلنا التسجيل، وغدا ستكون هناك العملية الجراحية للحالات التي تم تشخيصها اليوم. تذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. في ذكرى تأسيسه المؤتمر الشعبي العام لا يزال يواجه التحديات، وأمال باستعادة دوره الريادي ببناء اليمن. مع بداية العام الدراسي الجديد تحذيرات من المناهج الحوثية بعد حشوها بالمزيد من الأفكار الدخيلة. الاحتلال الإسرائيلي يقمع تظاهرة فلسطينية على الشريط الحدودي بغزة في ذكرى إحراق المسجد الأقصى. هذه تحياتي وإلى اللقاء.